بتشوف انه نمطك الخاص او فنك اخذ منك حياتك مثلا وابعدك عن جو العيلة الدافئة مثلا عن اولادك، ولا هذا الشيء انت اخترته ما مو الفن كان هو سبب بهذا الشيء؟ يعني هلا جو العيلة شو بدنا يعني، انه لازم افيق الصبح الساعة 8 الصبح برجع الساعة 4 العصر بكون موظف عند الاخرين، يعني هذا هو جو العيلة. اني ادخل عند جسر عشان اركب سرفيس او بركب سيارة خاصة واشوف الناس اللي بيطحشوا يمين وشمال، او اذهب الى سوق الخضرة مشان اجيب خضرة، يعني يعني هذا هو جو، هذا بيستنزف الطاقة بصراحة. انا جوي مختلف كليا، يعني انا جوي هو العوالم والحالات او الكائنات اللي انا اقوم باختراعها بشكل يومي، التي هي غير موجودة وانا اوجدها، وانا اشترك بالخالق مع الخالق بهي الحالة، وهي حالة جميلة جدا. يعني هو الشيء كائن غير موجود، يعني إذا أنا ما أوجدته ما له فرصة للوجود بالحياة. هو عم يولد عبر الأصابع تبعي، يولد من دماغي وأنا برسمه فورا. هاي كتير حالة من الصعب وصفها، يعني بعدين لما يخرج عمل بينتهي، بعدين كيف نضع له تأويلات ونسوي له حدوتة ونسوي له قصة مثلا، يعني كله هذا الشيء ممتع. يعني هذا الشغب اللي ممكن نسميه أو الحالة أو الشغب الجميل أو اللعب الجميل أو الطفولة، هيك الحاملة البراءة تبعها. يعني تمام، بعرف في ناس يفكروا ويعتقدوا انه لما يشوفوا هيئتي انه انسان جاد، هذا انسان بخوف او مرعب او عايش حالة بوهمية. الواقع مو هو هيك، انا عايش يعني بسلطنة كاملة بطيبة قلب متناهية، بل انا اشعر اني اشبه بالولد الصغير او بالطفل الصغير، وما زال طفلا صغيرا.